في عام 2009 كانت تبريد ما تزال شركة ناشئة في مجال تبريد المناطق تسعى للفوز بحصة في سوق يشهد تنافساً قوياً، ثم بادرت مبادلة بتوحيد عمليات الشركة من أجل تحسين مستوى الأرباح. وبفضل تلك الاستراتيجية شهدت تبريد توسعاً كبيراً في عملياتها وإنتاجها، حيث أنتجت حتى اليوم أكثر من 1,000,000 طن تبريد على مستوى المنطقة. وبحلول عام 2017 وبعد أن حققت تبريد استقراراً في عملياتها ونمواً في عوائدها، أعلنت مبادلة أن إنجي شركة المرافق المتعددة الجنسيات استحوذت على نسبة 40% من أسهم مبادلة في تبريد. وقد تمكنت مبادلة بفضل هذه الاتفاقية من الاستفادة من جزء كبير من المبالغ المستثمرة في تبريد وتوجيهها للاستثمار في مجالات أخرى. وتعكف مبادلة وإنجي حالياً على دراسة سبل التعاون في تنفيذ مشاريع في مختلف أنحاء العالم.